السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني الأعزاء مع هذا الفيديو الجديد على قناة الهاوي مع الإجابة عن الأسئلة التي تأتينا وتتكرر كثيرا، وقمت بإضافة أسئلة أخرى للفائدة. والسؤال الأول: كم المدة اللازمة لفقس بيض الزيبرا، أو كم يوم تحضن أنثى طائر الزيبرا فينش بيضها؟ طبعا تحضن حوالي 14 يوما، وكحد أقصى قد يصل إلى 24 يوما، ويعود التأخير بسبب عدم حضن الأنثى من اليوم الأول الذي وضعت به البيضة الأولى. والسؤال الثاني: طيور الزيبرا لا تبدأ الحضن، أو متى تبدأ الحضن؟ طبعا إخواني الكرام، عدم الحضن يكون بسبب مكان القفص أو الإزعاج أو تحريك القفص من مكانه أو عدم الخبرة من طرف الأنثى. وطيور الزيبرا في العادة تبدأ الحضن بعد وضع بيضتين أو أكثر. السؤال الثالث: بيض طيور الزيبرا لم يفقس بعد 14 يوما، وهذا بسبب أنه غير مخصب أو بسبب عدم الرقود أو عدم الحضن الجيد لهذا البيض. السؤال الرابع: كيف أعرف إذا كان البيض مخصب أو لا؟ يمكنك فحصه بواسطة الكشاف أو عن طريق الضوء، المهم يكون ضوء قوي، وأنا وضحت في الفيديوهات السابقة على القناة يمكنكم الاستفادة منها، والطريقة سهلة جدا. السؤال الخامس: كل بيض الزيبرا فقس ما عدا بيضة واحدة، هذه تكون في الغالب البيضة الأولى. السؤال السادس: طيور الزيبرا ريشها متساقط وهي لم تبدأ مرحلة القلش، وهذا يكون بسبب عدم توفير مواد تعشيش كافية للطيور، أو بسبب العراق، أو بسبب وجود قمل أو فاش، أو بسبب نقص فيتامينات عند الطيور، أو بسبب سوء التغذية. السؤال السابع: أنثى الزيبرا لا تبيض عندك كثيرا، وكانت تبيض كثيرا من قبل، والآن قل عدد البيض، قم بإزالة العش وإعادته بعد أسبوع مع الاهتمام بالتغذية التي تدعم الكالسيوم. السؤال الثامن: فراخ طيور الزيبرا تموت بالعش، وهذا يكون بسبب عدم إطعام الوالدين لهم، أو عليك توفير البيض المسلوق والأرز الأبيض المسلوق، ويفضل عمل خلطة البيض بالبقسماط لهم. والسؤال التاسع: متى يبلغ الذكر ومتى تبلغ أنثى طيور الزيبرا وتكون قادرة على التزاوج والإنتاج؟ الذكر يبلغ بحوالي 3 أشهر كحد أدنى، والأنثى تبلغ في 6 أشهر كحد أدنى، ويفضل أن يكون الزوج قد تخطى العمر فوق 6 أشهر. السؤال العاشر: طيور الزيبرا لديك تقوم بتنظيف نفسها كثيرا، إذا كنت مبتدئ وقد اشتريتها حديثا فلا تقلق، طيور الزيبرا تحب تنظيف نفسها كثيرا. والاحتمال الثاني: وجود فاش في جسدها، وعليك باستخدام البودرة ورشها في الصدر والظهر وأسفل البطن، والابتعاد عن منطقة الرأس والمناطق التناسلية. السؤال 11: طيور الزيبرا لا تأكل البيض المسلوق، لا بأس، فهذا يعود إلى تعود الطائر على البيض، فعندما يحتاج يأكل، ولكن هناك طيور من الزيبرا تحب تناول البيض المسلوق بكثرة. أما الاحتمال الثاني هو أنك لم تفتفت البيض جيدا لهذه الطيور. والسؤال 12: طيور الزيبرا لا يدخلون إلى العش، وهذا بسبب خوفهم من العش، فعليك إرغامهم على الدخول عدة مرات إلى العش عن طريق تخويفهم، فإذا خافوا منك مثلا وهربوا للاختباء في العش بعد عدة مرات سوف يعتادون على العش، وفي خلال أسبوع سوف تجد بعض الخيوط أو بعض القش داخل العش، وحينها سوف يكونوا قد انتهوا من صنع العش. السؤال 13: الذكر يرفض بناء أو تدوير العش بشكل جيد، لماذا؟ في العادة يكون بسبب عدم خبرة الذكر في البناء أو صنع العش، وأنصحك ببنائه بنفسك. السؤال 13: ما هو العش الأفضل لطيور الزيبرا؟ هناك أنواع كثيرة من الأعشاج، وطيور الزيبرا تتكيف بأي عش كان، ولكن ببساطة أنصحك بالعش المصنوع من القش، وهذا أفضل عش بالنسبة لي. السؤال 14: كيف تعرف أن طيور الزيبرا مصابة بالقمل أو الفاش؟ طبعا تقوم طيور الزيبرا بتنظيف أو حك جسمها كثيرا فوق العادة. السؤال 15: كيف تعرف أن طيور الزيبرا سوف تبيض؟ طيور الزيبرا من الطيور البياضة لأنها تبيض في أي وقت وبكثرة، تحتاج فقط لأنثى بالغة وذكر جاهز، يعني زوج يكون زاج وتوفير مكان لهم، وسوف تجد في خلال أسبوع أن الأنثى قد وضعت البيض. السؤال 16: ما هي محفزات وتكاثر الطيور بالنسبة لطيور الزيبرا؟
المحفزات هي عبارة عن توفير بعض الأمور لكي ترى بيض أكثر أو مخصب، مثل توفير قشر بيض الدجاج المسلوق أو عظم السيبيا الحبار، وتعريضهم للطبيعة أو الشمس أو الهواء المتجدد الهادئ من وقت لآخر، ووضع ماء لكي يستحم، وتوفير الراحة لهم، وأن يكون الزوج بقفص لوحدهم، وأن يكون الزوج بقفص مجاور لطيور أخرى من نفس النوع من طيور الزيبرا الأخرى التي تقوم هي الأخرى بالتكاثر، لأن الغيرة بين الطيور تسرع من التكاثر. وتوفير الفيتامينات ضروري جدا لهم، وخاصة الفيتامينات اللازمة المفيدة التي وضحت لكم عنها في الفيديوهات من قبل على القناة. والسؤال 17، لماذا أنثى الزيبرا لم تضع البيض لمدة أسابيع أو شهر؟ وهذا يكون بسبب أنها غير بالغة، وفي حالة أنك كنت مبتدئ قد لا يكون لديك أنثى، يعني ممكن يكون الزوج ذكرين. وهذه هي بعض الأسئلة التي تأتيني بكثرة وتتكرر كثيرا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائدة على الجميع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد، ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو. ولمن لديه أي سؤال أو استفسار يمكنه وضعه في التعليقات أسفل الفيديو، وأنا إن شاء الله سوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.